يسأل حادث هذا سبب السرعة. الشباب لا إجازة لا كذا ما متوعيه وصار الحادث. والله مرورنا هنا يعني الناس ما مقصرين، بس يريد ضبط أكثر ويعني فرض غرامات. يعني هسه على السواق أغلبيتها بلا إجايز، أغلبيتها متهورة، شباب سواقة ساعة تلاقيهم يعني صغار ماسك له سيارة حديثة يطلع بدون وعي. وهسه يعني المرور لازم قانون ونظام بهالمدينة. يعني هسه من يروح الأربيل هو ما يلتزم؟ يعني بدوك ما يلتزم، بغداد يقدر يسوي هسه اللي يصير؟ والله الحادث احنا جايين على الطريق وطلعنا سيارة جات استدارة اندارت، ردنا نخلص من عنده بس ما فادت، طلعت قدامنا وصارت الحادث. الحمد لله الزرر بس بالسيارات، الحمد لله ماكو اي اصابة، والحمد لله والشكر بالمال ولا بالعيال. هو السرعة سبب هذا الحادث اللي صار؟ والله هو لا، لان اكو طصة قدامه مو سبب السرعة، بس سبب الازدحام. وهذا السيارة يعني كان بعيد عنه، بس ابو التاكسي اجى قدامه، فهو لو يصعد على الرصيف لو يضرب السيارة.